لين كافي تعبنا احنا هواي صار لنا اكثر من 18 سنه احنا على هذه الوضعيه، فنتامل خير به عسى ولعل انه يكون احسن من السابقين يعني، ويباوع للشعب يهتم به يشوف انها الخدمات هاي اللي احنا تقريبا نسيت الخدمات نسيت بالعراق. احنا نتمنى ان شاء الله رئيس الجمهوريه ان يقدم شيء بما يحتاج العراق من جميع الجوانب، علاقاته الخارجيه وغيرها، وتوصيات الى رئيس الوزراء من تقديم خدمات، بناء مؤسسات وشراح المظلومه وكل ما يحتاجه المواطن. اليوم ان هنالك دعوات تشرينيه للتظاهر يوم 25 بهذا الشهر، وربما قد تكون ايضا يعني هنالك دعوات لابناء التيار الصدري للعوده الى الشارع، وبالتالي يعني اذا استمرت الكتل السياسيه مصره على نفس الاسلوب ونفس المنهج اعتقد ان عوده الشارع سوف تكون سريعه.